هناك يقول لنا. النهارده اخر يوم طبعا قبل مواجهه بكره، فيقول لنا كده تفاصيل وملامح اخر استعدادات النادي الاهلي قبل مباراه بكره ان شاء الله. فاروق مساء الخير واهلا بيك معانا في السادسه. كل التحيه للزميل العزيز احمد سمير، وبرحب طبعا بكابتن مصر الكابتن رمضان السيد، وزميلي احمد الكابتن رمضان السيد طبعا حفيده، واحد من مواهب قطاع الناشئين في النادي الاهلي عمر سيد معوض. طبعا نتمنى له التوفيق ونكون واحد من العناصر ان شاء الله اللي تكون موجوده في الفريق الاول للنادي الاهلي. عايز اطمنك من هنا من كازابلانكا من الدار البيضاء، واخر استعدادات فريق النادي الاهلي لمواجهه فريق الوداد غدا بمشيئه الله على مركب محمد الخامس في تمام الساعه 8 بتوقيت المغرب، 9 بتوقيت القاهره. اليوم زميلي احمد كانت المسحه الطبيه للاعبي النادي الاهلي طبقا لبروتوكول يعني للاتحاد الافريقي واللجنه الطبيه بالاتحاد الافريقي، ثم عقب المسحه الطبيه كان الاجتماع الفني اللي من خلاله يعني تم تحديد بعض الامور هيتم الالتزام بها من المسؤولي الكاف في هذه المباراه. يعني من على هامش هذا المؤتمر تم تحديد النادي الاهلي هيكون في الجانب الايمن بجوار جماهير النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي هو الفريق رقم ايه في الملعب، هيتم ارتدائه الزي الرسمي للنادي الاهلي هو الرداء الاحمر، بينما فريق الوداد هيرتدي الزي الابيض في الاسود، الاهلي احمر في ابيض. ايضا تم التحديد والاتفاق على بعض الامور المحظورات من جانب الاتحاد الافريقي، ابرزها طبعا الشماريخ والليزر والقاء الزجاجات. ايضا التاكيد على ان تقنيه الفار هتعمل على مدار يعني توقيتات المباراه، لو المباراه طبعا تم تحديد المباراه لو انتهت الشوطين الاول والثاني بالتعادل هيتم الاحتكام الى وقت اضافي على شوطين، كل شوط مدته 15 دقيقه، ومن ثم الاحتكام الى ركلات الترجيح. تم طبعا تحديد مواعيد حضور كل فريق الى استاد مركب محمد الخامس قبل موعد انطلاق اللقاء بساعه ونصف. عقب الاجتماع الفني زميلي احمد كان المؤتمر الصحفي زي ما استعرضت يعني اكيد تصريحات مستر بيتسو موسيماني، وانا بتفق معاك تماما، واضح الهدوء والثقه على مستر بيتسو موسيماني، ايضا على محمد الشناوي، وده اللي احنا لمسناه في انطباعاتنا واحاديثنا مع مسؤولي يعني وسائل الاعلام المغربيه اللي كانوا موجودين بيتابعوا المؤتمر ويتكلموا على قوه النادي الاهلي وخبرات لاعبي النادي الاهلي، ان النادي الاهلي في اخر يعني 6 سنوات هيلعب الفاينل الخامس، وقالوا ان النادي الاهلي متمرس في هذا الامر، كما ان يعني مباراه الاهلي امام الرجاء ادت خبرات للاهلي في التعامل مع الاجواء في المغرب. طبعا وليد الرقراقي المدير الفني لفريق الوداد اتكلم على ان النادي الاهلي يبقى هو ريال مدريد القاره السمراء ونادي القرن، لازم نعمل حساب واعتبارات للنادي الاهلي، واتكلم على بيتسو موسيماني. يعني انتهى المؤتمر الصحفي لكلا الجهازين الفنيين، ثم يعني توجه يعني مستر بيتسو موسيماني طبعا لفندق الاقامه، عقد جلسات مع اللاعبين، في محاضره طبعا هتكون يعني بعد لحظات هيبقى في محاضره فنيه لمستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين، ثم التوجه والتحرك الى استاد او مركب محمد الخامس لاداء المران الرئيسي للنادي الاهلي على هذا الملعب. في الوقت اللي انا بكلمك زميلي احمد حاليا في اجتماع مجلس اداره من جانب يعني كابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس الاداره الموجودين طبعا مع الكابتن محمود الخطيب، طبعا للوقوف يعني تحديد كتير من الامور يعني الوقوف على كل التفاصيل الخاصه بالتحضير والتنظيم غدا باذن الله. عايز اطمنك على حاله اللاعبين اللي احنا لامسينه من اللاعبين، الثقه اللي موجوده. طبعا كابتن رمضان السيد واحد من كباتننا الكبار اللي تعرف ان المباريات النهائيه بتحسم على تفاصيل بسيطه فيها كتير جدا من الامور، الشغل النفسي، وزي ما بنقول هي مباراه لعيبه، مباراه لاعبين وشخصيات لاعبين. وطبعا ضرب المثل مستر بيتسو موسيماني ووليد الرجراجي ان بالامس مباراه ريال مدريد وليفربول هي مباريات تكسب ولا تلعب، واتكلموا ان هذه الامور. واكيد زميلي احمد طبعا كابتن رمضان السيد كابتننا هيستفيد في هذا الامر. طبعا انا موجود معاك زميلي احمد لو في اي استفسار او اي تساؤل. عايزك تطمني على اللعيبه، يعني اللعيبه ان كله الحمد لله جاهز، وتبقى الامور في النهايه في ايد مستر موسيماني هيختار الطريقه والتشكيل الانسب، لكن كلمني على جاهزيه اللاعبين، وكلمني كمان على الاقبال من قبل الجاليه المصريه وجماهير النادي الاهلي اللي موجوده وجماهير الكره المصريه. انا عارف انه وارد جدا انه كتير من الجماهير اللي مش اهلاويه يكونوا حاضرين مباراه وعندهم رغبه في مسانده النادي الاهلي، فكلمني على الاقبال من ناحيه الجاليه المصريه والجماهير المصريه على حضور مباراه بكره ان شاء الله.
يعني خليني نتكلم على شقين زميلي احمد، شق اطمنك على حاله اللاعبين وحاله الجاهزيه. انا بطمنك طبعا احنا قلنا ان كل اللاعبين جاهزين مستر بيتسو موسيماني، يتبقى لي الامر لتحديد الطريقه وتحديد ال 11 لاعب ان شاء الله اللي ياخد بهم التشكيل الاساسي. اللاعب اللي احنا زي ما قلنا يعني خلاص اتحسم الامر ان هو يبقى صعب جدا لحاقه بالمباراه هو محمد عبد المنعم، باستثناء محمد عبد المنعم كل اللاعبين بالظبط زميلي احمد كل اللاعبين في حاله فنيه وبدنيه ان شاء الله تبشر، يعني ده التفاؤل اللي احنا منعكس علينا ان شاء الله. اي 11 لاعب ان شاء الله هيكون موجود في الملعب هيكون على شخصيه وعلى قدر المباراه. الشق الثاني زميلي احمد الاقبال الجماهيري، حتى الان طبعا النادي الاهلي زي ما قلنا هو بيدعو الجماهير طبعا لاستلام التذاكر مجانا، بيتوافد الجماهير النادي الاهلي في رحلات طبعا طيران جايه في الوقت الحالي بيتوافدوا على النادي الاهلي. طبعا في بعض الجماهير بتستلم تذكره حضور المباراه لدى وصولها للمطار، في بعض الجماهير العربيه او المصريه المقيمه هنا في المغرب او الوفود اللي جايه من سواء من الدول العربيه او الدول الاجنبيه بتاتي الى مقر اقامه النادي الاهلي، تم تخصيص مكان بجانب مقر اقامه فريق النادي الاهلي لتوزيع واعطاء الجماهير المصريه تذاكر المباراه مجانا. كل الامور وكل الترتيبات يعني نتمنى ان شاء الله تكتمل الصوره بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى زميلي احمد، وان شاء الله يا رب يكون يوم فرحه فيه يعني تملى مصر ان شاء الله بفوز النادي الاهلي بالبطوله باذن الله. ان شاء الله هنقابلك بكره قبل المباراه ان شاء الله السادسه يكون ليها لقاء معاك كفاروت، تقول لنا بقى اللمسات الاخيره ما قبل المباراه مباشره. بشكرك شكرا جزيلا، دي كانت اخبار. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.